باي كافيين سوا أجواء كروز 2018 وأكيد مع السفر من بلد لبلد من حلم لحلم بطريقة مميزة وحلوة وأكيد حتى يقطول يخلونا up to date بكل شيء عم بصير بعالم الموضة. نفتتح سوا بأجواء كروز 2018 مع دار أزياء لوي فيتون. لوي فيتون اللي حب يسافر مسيو نيكولا جيسبير على اليابان مثل ما عم تسمعوا على اليابان وبالتحديد على كيوتو. ووصلوا على كيوتو ساقوا تقريبا مدة ساعة ونص حتى وصلوا على المكان اللي كان مميز مثل الحلم. أكيد جرى العرض بالميهو ميوزيوم يلي كان مميز كتير كأنه من عالم تاني. المجموعة كانت مستوحية من عدة رفرنسز من مصممين يابانيين معروفين مثل يوجي ياماموتو، إيساي مياكي، ريم كاواكوبو. وتحولت أجواء الساموراي على الأكسسوار بطريقة مميزة يعني بين الحداثة والتاريخ الياباني بنفس الوقت. وكمان حب المصمم يستوحي هيدي المجموعة اللي بترجعنا لفترة السبعينات من فيلم ستري كات روك. بعد ما سافرنا مع لوي فيتون على اليابان نرجع منسافر مع فالنتينو على نيويورك بالتحديد. أكيد مع مزيج الحضارات عند المصممين وأجواء الكروز 2018 خاصة كل ماركة ودار أزياء عم يستوحي من حضارات مميزة حب يفوت مسيو بيير باولو بأجواء الهيب هوب وهذا الشيء اللي معروفين فيه كتير بأمريكا وبالتحديد بنيويورك. بيير باولو بيتشيولي المصمم الحالي عند فالنتينو بمجموعته للكروز 2018 حب يفوت بأجواء الأمريكية وخاصة ركز على الهيب هوب بطريقة مميزة كتير مع المحافظة على كلاسيكية فالنتينو اللي معروف فيها. عن غوتشي ألكساندرو ميشالي هالمصمم من لما إجا عن دار أزياء غوتشي منلاحظ أنه فوت الأجواء المرحة لأقصى درجة بنظرة جديدة لغوتشي. لكروز 2018 حب يبقى كمان بإيطاليا بس حب يروح على فلورنس ويستوحي مجموعته من الرينيسانس لكن اللي بتخلينا بفترة السبعينات. مثل ما شايفين المصمم أليساندرو ميشالي عند غوتشي قدم المجموعة بالجاليري بالازيو بيتي بفلورنس وين تحولت الأزياء على طريقة مميزة مثل العادة مرحة على طريقة مسيو ميشالي بس لكن رجعتنا لفترة السبعينات وبالتحديد على طريقة الرينيسانس المتجددة. ركز على عبارات مميزة ومرحة يلي هي Gucci, Gucci-fication و Gucci-fy yourself. بعد ما رحنا على اليابان مع لوي فيتون بعد ما رحنا على نيويورك مع فالنتينو بعد ما رجعنا على إيطاليا ورحنا على فلورنس مع غوتشي نوصل لنهاية هاديا سندرز وورد وهي ماجازين. وأكيد مثل العادة فينا نتواصل سوا على كل السوشيال ميديا اللي بيني عندكم على الشاشة. باي باي.